حياك الله الأخ عثمان، نختم بها عثمان. طيب وبركاته. عثمان تفضل يا عثمان. مساء الخير عليكم يا مشيخنا. الله يحييك يا عثمان. سلام عليكم شيخنا عبد الله. تفضل. يا مرحبا ومسهلا. اخبار شيخنا؟ ان شاء الله طيب. الله يحييك. حياك الله يا عثمان. الله يبيك يا شيخنا. شيخنا انا عندي سؤال الاول، هل يجوز الكلام مع مرض الصديق؟ نعم اعد ما قلت يا عثمان. اقول له هل يجوز الكلام مع مرض الصاحب او الصديق؟ مع مرض؟ هاي مع مرض صاحبي، مثلا عندي صاحبي اتكلمت مع زوجته. مع حرمته يعني. هاي بالجوال، كيف اخباركم؟ طيب انت انت تتكلم معها كلاما معروفا مثل ما قال الله وقلنا قولا معروفا، يعني تقول لها وشلون زوجت وين زوجت فيه، ولا كلام ما في خير؟ لا إذا تكلمت معها كلاما معروفا مقبولا فهذا لا شيء فيه. كلنا الآن يا طويل العمر نتصل على زملائنا، ترد زوجته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك والعيال طيبين، وين أبو فلان، وخلص. لا يا أستاذ، يا شيخي لا، عن طريق الهاتف. أنا مثلا هنا في المملكة. طيب لهم هناك في السودان نفسنا عن طريق الهاتف ولا غيره؟ الهاتف يجعل اللي في السودان مثل اللي في المملكة. نعم نعم. انا اليوم ذاك كان دقيت على داي زوج الصديق ودق عليه واحد، قال يا اخي ما يجوز تكلم مرة الزوجة مرة صديقك بالجوال. انت ماذا ترغب؟ ماذا يا اخ عثمان اتصلت بها لماذا؟ اتصلت اني اتعرف عليها، يعني طبعا هي طبعا صديق. تعرف عليها؟ تتعرف عليها ليش؟ اتعرف عليها اقول لهم كيف امسيتوا، اخباركم طيبين، اخبار الشغل معاكم. بهدف ماذا يعني؟ نعم. هدف التعرف ما يجوز يا أخي، ما يجوز. نعم. التعرف على زوجة الصديق ما يجوز إلا إذا كان عندكم في عرفكم وفي بيئتكم أن هذا يعني مقبول، مثلا الكلام مع زوجة الصديق أو مع بنت العم أو كذا الكلام، فهذا يجوز إذا كان قولا معروفا. نعم. قولا معروفا ما في شيء يعني مما يحبه الشيطان، فيه أدب. أما نعم. إذا كانت البيئات تأنف، يعني الآن أنا لو أروح أكلم زوجة مثلا صديقي ويقول له إيش تبي، قلت والله بيتعرف على، هذا غير مقبول عندنا. نعم حتى ولو كان قولا معروفا. نعم نعم قولا معروفا شيخ. نعم بارك.